السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة برنامج بصراحة أكتر، دوما موضوعات مختلفة بنتناولها من جوانب اجتماعية ونفسية وإنعكاس المباشر على حياة الفرد وحياة الأسر. كل تحية لكل بيشاهدونا أيضا من داخل السودان ومن خارج السودان، وكل عام والأمة الإسلامية تنعم بالخير والسلام والأمن والاستقرار بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خير قدوة للأمة الإسلامية. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صورة من صور النموذج للإنسان المسلم في بيته، فهو كان بالرغم من التزاماته الكثيرة ومشاغله الكبيرة جدا، ولكنه كان حريص على إعطاء زوجاته وأهل بيته حقوقهم كاملة. يعني كان قائد، كان مبلغ للرسالة وأيضا قائد للجيش ومعلم للناس، ولكن كان عنده حرص كبير جدا على أنه يعطي زوجاته وأبنائه وأهل بيته حقوقهم كاملة، ويظهر ذلك أيضا في أمور كثيرة. كان يمازح ويلاطف زوجاته، وكان حاضر مع أهله في كثير من الأوقات، ولم يكن يترفع ويستكبر في القيام ببعض أمور المنزل أو حتى خدمة نفسه. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي القدوة لكل مسلم، هو خير قدوة لنا، وده حيخلينا نتكلم اليوم في حلقتنا دي عن القدوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، في إنه نقتدي به في كثير من النماذج. ومعانا ضيوف إن شاء الله حيكلمون عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتدي بها بإذن الله. برحب داخل الاستوديو دكتور عبد الصمد، علي عبد الصمد، أستاذ جامعي، مرحبا بك كثير. مرحبا بك أستاذة الكريمة، ومرحب بالضيف معنا على الحلقة دكتور معاذ شرفي، ومرحب بجميع الإصطاف في التصوير وفي الإخراج وفي الإعداد وعبر جميع هذه الكوكبة. التحية لجميع الشاهدين والمستمعين لهذه الفضائية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أن نكون في رحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خفيفين الظل على المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بك كثير، مرحبا بك دكتور معاذ شرفي استشاري نفسي، مرحبا بك كثير. مرحبا بكم ومساكم سعيد. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، مولد النبوي الشريف يعني. نعم، مرحبا بك. بمناسبة المولد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، القدوة في حياة الرسول، ونبداها بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتماعية بشكل عام، بعد كده حنفصل عن علاقته بأبنائه وعلاقته أيضا بزوجاته، طبيعة الحياة داخل المنزل. ألا رحم الله القائل إذ يقول والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى بين الورى كمحمد، بلغ الدجى بجماله فاق الورى بخصاله حسنت جميع صفاته، صلوا عليه وآله. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول ومثلك قط لم تر عيني وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. رسولنا عليه الصلاة والسلام كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكل الناس، للأبيض وللأسود، وربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ذو الرسالة العالمية، وكان قدوة للناس، وجعل يعني الله سبحانه وتعالى محبته من صميم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الجامعة في الجانب الاجتماعي ضرب لنا نماذج عديدة سنراها من خلال هذه الحلقة.
والناس الأيام دي يعني تتفيأ ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإرهاصات النبوة. وسبحان الله، شوفوا الرسول جلي الدنيا كيف، يعني أستاذ رشا الرشيد وأستاذنا ودكتورنا معاذ شرفي وجميع المشاهدين، يعني حتى الدلالات اللفظية صاحبة مولده كلها كانت مبشرة بالخير. الداية اللي ولدته اسمها الشفاء، بس يعني احنا طبعا بنقول الشفة، وسبحان الله المرضعة أرضعته، أول حاجة أول مرضعة أرضعته غير أمه اسمها ثويبة من الثواب، وهي مولاد أبو لهب. سبحان الله، ده حنجي نتكلم عنه لقدام. أبو لهب عم النبي وفرح بقدومه وجاب الجارية بتاعته عشان ترضعه، ومن اللطائف أن ثويبة هي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة ابن عبد المطلب. فحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وبعد ذاك رضع في حليمة من الحلم، حليمة السعدية نسبة لبني ساعدة، واسمها حليمة بنت أبي ذؤيب، ده اسمها الحقيقي. وأنا دائما قاعد أقول لطلابنا في الجامعة، كثير منهم بيندهشوا أما يعرفوا إنه أرضعته أو التي أرضعته قبل حليمة اسمها ثويبة، يقول لك يا دكتور دي جديدة علينا لنج. فدي سيرة النبي، يعني لازم الناس يعرفوها. أحيانا حتى في المناهج أو في السير بدي لأنه تركز على النقاط دي، ديك من الروضة كلنا قريناها. أيوة، السيدة حليمة مرضعة نبينا، يعني كل الأطفال حافظينها. وسبحان الله أمه اسمها آمنة من الأمن، وأبوه اسمه عبد الله. يعني الحاجات الحفت مولده كلها كانت تبشر بإرهاصات النبوة، غير إرهاصات النبوة المعروفة كالنور الذي خرج من المكان الذي ولد منه، وسقوط 12 شرفة من إيوان كسرى، ويعني انخماد نار المجوس. وحليمة بنت أبي ذؤيب عندها حاجات جميلة بتحكيها كده في إرهاصات النبوة. قالت: خرجت ومعي بعض صويحباتي من بني ساعدة، ولا عشان يرضعوا يجيبوا غلمان من مكة يرضعون في البادية لسببين. أول شيء ناس مكة بيودوا أطفالهم للبادية عشان يتعلموا اللغة من منبع الأصلي من البادية، وعشان تقوى أجسادهم وأجسامهم وما في أمراض في البادية وكده، ويعني ينشأ نشأة في جو نظيف. فسبحان الله، هي 3 يوم كان شافعهم حاميهم النوم. الغنم غارزات، هي ذاتها ما بتاكل كويس، ما في غذاء كامل، لبن بسيط، وشافعها مسهر بيهم من كثرة البكا والجوع. فقالت تمشي مع النسوان، الأتان هي أنثى الحمار، العرب ما بيقولوا حمارة، يقولوا حمار، وللحمار يقولوا أتان. وكانت بطيئة، كل مرة توقف النسوان يتأخر الليل، يمشي مسافة تاني توقفين، لغاية ما وصلوا مكة لقوا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم واقف برا بيشوفوا عمره كبير، لأنه أبوه مات وهو لم يخرج إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام، وجده كان يحبه جدا عبد المطلب. فبيسألوا: هو ابنك؟ يقول: لا، هو حفيدي ابن ابني. أي واحدة زي ما بيقولوا أهلنا في الريف، أول حاجة بتعملها تقبل على حمارتها دي تقطع فيها خراتها اللي تمش منه، تقول يتيم ما عسى أن يفعل جده، يعني بديني حاجة عطية مزين كده، هذا لدي زول الجنة يكون جناه ويكون فرحان به ويكشحني كشح تقيل. فبيمشي يتخارج منه. حتى حليمة ذاته سبحان الله، أستاذ رشا، قالت لما جيت وعرفت يتيم مشيت منه. قالت: والله ما أرجعني إليه إلا العدم، كنت بدل ما أدلك الدرب ساي
أما أرجع أشيل اليتيم ذاك، لقيت القبالة مشى بسرعة لقطوا كل الغلمان في مكة. وهنا تأتي إرهاصات النبوة، قالت والله ما إن وضعته على حجري إلا وهب أتاني كالبرق، حمارته جرت وعدت بسرعة، يعني من العدو بلغة الريف فنجطت عرعرت. إذا المهم وصلت صاحباتها، وكمان أدتنا الكتاحة والعكلابة، يعني كأنه برادو زي عربيتك الجديدة دي، مبروكة. شفتي أدتي الغبار وبو قامت مشت فيه. فسبحان الله، يعني قال عجبا لك يا بنت أبي ذؤيب، هني استغربا، أليس هذا هو أتانك الذي قد أتيت عليه؟ انت حمارتك دي قايطية، بعتي الحصى شنو؟ لما وصلت البيت كمان تعجبت زيادة. قبل ما تنزل النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة على بيته، اللبن مشى في جسمها. سبحان الله. فأرضعت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورضعت شافعة في جاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فناما بخير ليلة للصباح، لا انقلبوا لا بيكو لا شافعة نحنح. وبعد ده الصباح الغنم اجترن، يعني صقع عن الجرة، والضرعات انملى اللبن، كان غرزات زوجها حلبين، الشافر الناقة حلبة، المواعين في البيت كلها ملت لبن. زوجها عرف الموضوع ده مربوط بالغلام ده، مما جل خير بقى داكش البيت، قال لها يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. وسبحان الله، يعني بعد ده تواصلت الإرهاصات وكده. وده أنا حبيت نعمله كده فرشة دي سهرة صحيح لإرهاصات النبوة، عشان السامع والمشاهد الكريم يعرف قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي. ومن أول يوم دخل للدنيا، دخل حتى على حليمة السعدية رضعته بخير كبير، حتى حادثة شق صدره، ويعني شبك ما لم يشب بقية الغلمان. وحتى الجيران شاكلوا الرواعية، قايلين الموضوع في السرحة والعلوقة أو العليقة، يقولوا لهم ويحكم أين ترعون، ارعوا حيث ترعى غنيمات حليمة بنت أبي ذؤيب. وما عارفين القصة دي، حليمة طقاد بركة النبي عليه الصلاة عليه والسلام. الصلاة والسلام. إن شاء الله. فعلا كان مقدمة يعني مهمة جدا للحديث عن القدوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بنحتفل كل الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. لما نتكلم عن الرسول القدوة، نتكلم عن الحياة الاجتماعية دكتور معاذ، يعني بنلقى في كثير من الحلقات نحن بنصل لملخص لها في إنه والله يا أخي الناس بقت بعيدة عن الدين والشريعة وتعاليم الإسلام وأحاديث الرسول وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نلقى أنه في كثير من المشاكل لو رجعوا للقدوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بتكون موجودة أصلاً المشاكل دي. هو ده كلام حقيقة. أنا دائماً يمكن في حلقات كثيرة جداً بأخذ ما بين العلم والأمثلة الدينية والرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو قرأنا عنه الكثير، وكان مدرسة علمية متكاملة من الجوانب النفسية والاجتماعية والحياتية والصحية. كل ما أتى به الرسول أو ما قاله لو مسكناه بنلقى له أصول في العلم الحديث، والعلماء أفتوا وبحثوا، لكن نجد الدين قال من زمن بعيد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة في كثير من التعاملات والمعاملات. يمكن حس شيخنا يتحفنا بكثير من القصص والمناظر عشان نعلق عليها، لكن الغدو هو كان يعني صلوا كما رأيتمون يصلي، هو كان مضرب المثل في انك يقتدي به الشعب ليتعلم السلوك الحياتي، مش كده؟ كثير جدا كان بيقوم بمواقف في اوقات عشان يكون هو مضرب مثل ويعلم غيره وعشان يقتدوا به. القدوة مهم في حياتنا جدا، والتعليم بالقدوة أساس لتعليم كل الأطفال وكل المجتمعات. وأي مجتمع ما فيه قدوة التطور فيه صعب، ما فيه تطور، ما فيه توريث لقيم لأخلاق لسلوك، فبتبقى في مشكلة اجتماعية إذا ما في قدوة.
يعني حاسه اي زول بيداري كده بيقول لك انتوا ما عندكم كبير. ايوه صحيح. مش كده؟ صحيح. ما عنده كبير الشيء اللي هو كبير. ايوه. حتى في العمل النفسي والعلم النفس فدايما بيكون كلامك في انه رب الاسره هو ماشي على اي طريق، الام هي ماشيه على اي طريق، بيكون سلوك الابناء وحياتهم. فهنا هو القدوه لكل الامه الاسلاميه، فالناس بتبعد بتقع في كثير من الاشكالات والمحاذير يعني. الكارثه الكبرى انه دائما نلقى انه مجتمعات حافظه الكثير. ولكن التنفيذ التنفيذ بعيد كل البعد عن ما قام به الرسول، يعني تسمع من القصص ما تسمع، واي زول يقعد يحكي لك لكن في تصرف بسيط تلقاه بعد يقول لك يا اخي احنا ما اخلاقنا ضيقه يا اخي. يا اخي احنا ما وما كل الناس كده يعني مثلا يعني احنا في السودان ده انا ده الكلام اللي بضايق وبزعل الواحد انك انت عندك قدوه وعندك دين والمعلومه عندك والمعلومه عندك وانت ما هو ده ذاته لانه التعليم اللي تربى عليه ما كان القدوه فيه ايجابي ما بين ما القول والفعل يقول شيئا ويفعل شيئا اخر. يعني الصدق مطلوب والدين اوصانا بالصدق، ويجي الضيف ويقول له لا ابوي ما في، ويجي يقول لي يا ولد اوعك تكذب، مش كده؟ ما بين القول والفعل في تناقض كثير جدا. ودي كارثة كبيرة جدا في المجتمع انه الطفل بعد شوية بيفقد المصداقية في الأبوين، ما يعرف ذاته وين الصح والغلط، بيختل عنده مفهوم القيمة بتاعت الصح، متين يكون صح ومتين يكون ما صح، ما بيعرف. مرات يقول لك كذب حرام وبيسمع أبوه قاعد يكذب يعني. صحيح. مش كده؟ ما تقطع في زول وبيسمع أمه بتقطع في الناس يعني. وما تجيب سيرة الناس واليوم كلهم. طيب مواصفات القدوة أو القائد؟ الغايد ولا القدوة؟ نحن نقول القدوة، خلونا في حلقتنا دي عن القدوة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان غايد وكان قدوة. أول حاجة من صفاته الجاذبية، أن يكون جاذبا وأن يكون محبوبا. يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته نجحت نجاح كبير جدا أنه كان محبوب وكان جاذب جدا، حتى يعني لما جاب الرسالة حتى ما صدقوا وآمنوا به كانوا مؤمنين أن محمد لا يكذب. الصادق الأمين. الصادق الأمين كان عنده سمعة جيدة، كان يعني محبوب لدى الكل. ودي نفعت الرسالة المحمدية في يعني خلت انه كل ما يقوله الناس سهل جدا تتقبله. القدوة لما يكون جاذب، والجاذبية دي مهمة جدا، بشاشة الوجه، التعامل الراقي. نحن كثير جدا حس انا بتكلم في حلقات انه الاب والام او الشخص الكبير يجب ان يكون جاذب للاطفال. واحد يجي يقول لك انا جني وجن الشفع من البدايه. ده خلاص فقد الارضيه. هل في ديننا في كلام زي ده انه انت جنك وجن الشفع؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عن الاطفال؟ انت لما تخلق حاجز وتقول جني وجن الشفع ما بدور الشفع، طيب انت هتعلم منه؟ طيب او تحاول تبقى انت قدوه بالعنف بالغصب يعني. هو انا ما بقول هي التربيه تعني العنف ولا تعني الحكمه؟ التربية حكمة وأدب. أنت داير تعمل لكم قدرة على الأدب والتعلم. أما لما تكون قاسي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان قاسي، ما كان عنده سمة القساوة. حس يقول لك والله أنا لازم أكون قاسي، لازم أكون عنيف معهم عشان يتعلموا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عارف أنه العنف ده مطلوب، هل القساوة كانت مطلوبة ولا كان بيتكلم عن الرحمة والتسامح والمودة والمحبة؟ نجي نلقى انه احنا بنمثل سلوك ولك عشان يطلع راجل، والرجال كلها شكل عندنا ما العقل. يعني احنا بنقول رجل بالغ راشد عاقل ختموها بالعقل، ما قاعدين نسعى للعقل، بنسعى للعنف. ودي واحدة من مشاكلنا، انك ربي الولد ما تخاف دوك ضارب ما تخلي حقك. طيب الحكمة تيجي وين اذا انت بس شاكل ودوك وضارب والاكبر منك جدع بالحجر وما بعرف. ما بعلم السلوك الصحيح، يقول لي الاكبر منك فلقه بالحجر، ما تخلي حقك، ما تبكي. يعني يجيك قصه يقول لك الطالب فلق المدير المدرسه بالحجر عشان دقه وجاري البيت، ابوه قال لي عملت شنو؟ قال لي فلقت الاستاذ. ليه؟ قال لي انت مش قلت لي الاكبر منك كان شاكلك ضربه بالحجر؟ انتهى الموضوع. الموازين عنده بتكون مختلفه، ما قاعدين يفصلوا، ما قاعدين يعرفوا، انت بتخليها كده مطلقه وتجي بتدفع الثمن يعني. صحيح. مش كده؟ صحيح. فالموضوع بتاع القدوة انه الجاذبية محبوب محبوب. الجاذبية دي بتدخل في اشياء كثيرة جدا، من الابتسامة، من البشاشة، من الهيئة، من الهندام،
من الأخلاقيات، من التعامل، مش كده؟ ودي بتولد المحبة، صح؟ العنف عمره ما كان بيولد المحبة، صح. القسوة ما كانت بتولد المحبة. لو فقدت الجاذبية أصلا قسوتك ما هتكون جاذبة، هتكون منفرة. نحن ده بنسمي الأفيرشن ثيرابي، العلاج المنفر، لما تقسو على الناس يبعدوا، صح؟ يعملوا حاجز بينك وبينه، وده بيولد لنا بعدين الكذب للدفاع عن النفس، ويجيب لنا مشاكل، او يكتسبوا منك نفس السلوك العنيف ويمارسوه مع غيره، وتصبح كارثه كبيره جدا. يمثلوا معاك انت برضه يعني، حقيقه انت الخسران يعني، حقيقه. طيب يعني حديث جميل. حنجيب كل ما نسال دكتور يعني عبد الصمد، تعلق لنا برضه دكتور معاذ عن الجوانب الاجتماعيه والنفسيه. يعني حاجات كثيره كانت موجوده زمان، حاليا الناس بعد دراسات طويله وصلوا لها، وهو نفس النتيجه بنلقاها، هي نفس النتيجه يعني علميا ودينيا متفق عليها. نبتدي بابسط ما يقال، تبسمك في وجه اخيك صدقه. ابتسام، الابتسام يعني، أيوه. حس يدرسوك الكوميونيكيشن سكيلز، مهاره التواصل والاتصال، اول حاجه يعلموك البشاشه، ويقول لك العمل داير انك تكون شكلك. طيب الدين ده يتكلم عن البشاشه، أيوه. ما كان له ضعف، ونحن عندنا اللي بيبتسم ضعيف طبعا. ايوه. صحيح؟ في ثقافتنا يعني الراجل كان يبتسم ضعيف، والمرأة كان يبتسم دي طلعت برا من لذاته. ايوه. مش كده؟ ما عشان كده انا بقول، هل نحن تربينا على القيم بتاعت القدوة بتاعنا الدينية؟ ولا تربينا بعراف هي ما معروف اصلا شو؟ ونشأت من وين؟ هو العلم لف ويدور، ونجي نعقد على نفسنا ونوصل لنفس النتيجة يعني. ونعيش الصعاب في حين أنه عندنا سلوك سهل. الابتسامة أسهل من صرة الوش، وأفيد لصحتك من صرة الوش، وبتجذب الناس نحوك عشان أنت يعني تكتسب مجتمع حولك وتأثر فيه. مش كده؟ عمره ما كانت القساوة جاذبة، ما كان صرة الوش جاذبة، كانت منفرة، ما بتخلق المودة والرحمة داخل البيت، ما بتخلق الالفة والتماسك الاجتماعي المطلوب. وبعد ده احنا مصرين انه والله واحد يقول لي يا اخي اللي بيلعب مع الجريوات بيخرب شنو، تبتسم لاطفالك وتتونس معهم يعني سلوك ما انزل الله به من سلطان يعني. يعني دي قيمة بتاعت الابتسامة، بس ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانت في وجهه التسامح. يعني حتى في من اخطا كيف تتعامل مع الخطا بتاعه، ادب التعامل يعني. لما في حد تبول في المسجد من الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عمر بن الخطاب كاد ان يضربه يعني، فقال له اتركه يعني، مش كده؟ شوف الحكمه في انه اتركه. هل نحن بنترك؟ لو حصل الطفل اخطا بنتعامل بعتركه عشان اول حاجه بتصور فيديو، بتصور سوى سايب بنلقاه في الفيس، بعد شويه بنلقى خبر الزول اسمه ساكن هنا، كل التفاصيل هي يعني. هي في مشاكل، بعد كده نلقى في مشاكل ثانيه للشخص نفسه يعني. بدلا من ان نخلق معالجه بنخلق مشكله. مش كده؟ انت يجب ان تكون جزءا من الحل، يجب ان لا تكون جزءا من المشكله. يعني احنا نقوم عشان نعالج زول من مشكله نخلق مليون مشكله، في مشكله اكبر، صح؟ بدلا من نتعالج نضيف له مشاكل، فيبقى نحن ما معينين. ولكن لو اقتدينا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكون في حل، فيه حلول، كان يتعامل بحكمة. يقول لك طبعا انا لما انفعل ما بشوف قدامي، ما بشوف قدامي نحن ما ناس اخلاقنا ضيقة. مش كده؟ يعني ندي نفسنا السمات السيئة اللي اصلا الدين ما سمح بها. وقال بشر الصابرين والكاظمين الغيظ، ده كله نحن في لحظة عندنا بتلاشى. اهي يعني انا بقول لواحد قال من عفا واصلح فهو خير له، قال لي قال واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم يعني طوالي يجنحوا للعنف ويفتكروا هو الحل الامثل، في حين انه في كل النصائح انا بفتكر من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم مارس السلوك الايجابي، العنف دخل لبعيد اصلا ما لجا له يمكن نهايه او ما اتطرق، لانه العنف هو الحل. الحل في الحكمه، في الادب، في الدرس اللي انت ده نحن بنقول ركز على ما هو صحيح، تجنب ما هو خطا. الصح شكله شنو؟ هل ترتضيها لامك؟ هل ترتضيها؟ تصل للحكمه بالقناعه الذاتيه لحد ما يصل معك يقول لك والله ما بقبلها يا اخي. مش كده؟ لكن ما تقول لك الراجل، ايوه، تقول لولدي انت كراجل، وقدر تطلعه رجل وحيوري انه لو راجل بقوم ندخل في عناد وصراع ما بينهم، وهم وصل لنتيجه بقاء. انت بتحاول تلغي وجود انسان، هم بتلغي وجود الطفل، والطفل عنده خاصيه بقاء، يدافع عن غريزه البقاء اللي عنده دي غريزه انسانيه موجوده، كان عند الطفل كان عند الكبير. لو خنقته حيلزك، شيء طبيعي،
مش كده؟ الاستراتيجية البغاء تقول لك ما انت اللي الزني، انت ما كنت ان تقتله يعني، يدافع عن نفسه ممنوع. صحيح. طيب برضه حنواصل في حديثنا دكتور عبد الصمد ونتكلم عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن قبل الرسالة برضه حياته الاجتماعية، لأنه ذكرت لنا كمرحلة أولى اللي هو مع قدومه للحياة كان مبشر من كل التفاصيل في كل الأشياء يعني، حتى على حياة الأشخاص اللي حوله. فنتكلم بعد كده يعني قبل الرسالة برضو فيه كثير تخيلي من النماذج المهمة جدا أن نستمع لها. وسبحان الله الحلقة الحياة الاجتماعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتماعية دي هو القدوة مع نسائه، مع أهل مكة، مع الغير مسلمين، مع المسلمين قبل الإسلام بعد الإسلام. سؤالك في المحور ضي بتاع قبل البعثة والنبوة أشار له دكتور معاذ جزاه الله خير، معاذ شرفي، في أنه قبل البعثة كان معروف بمحمد الأمين والصادق الأمين، وأول ما صدع بالدعوة عمل توثيق لنفسه، قال أولو قلت لكم أن خيلا من وراء هذا الوادي يريد أن يغزوكم هل أنتم مصدقين؟ قالوا حاشا لله، ما جربنا عليك كذبا قط. قال قولوا لا إله إلا الله تفلح. أول زول قام عليه أبو لهب اللي كان فرحان به ولحظة قدوم، وقال له تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فكان اسمه الصادق الأمين. ليه؟ لأنه حياته الاجتماعية كان فيها توازن. يعني عليه الصلاة والسلام أول شيء في ديار حليمة بنت أبي ذؤيب رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم، يعني بعد ما الإرهاصات دي جات وظهرت مع النبوة، وبعد حدثت حادثة شق صدره، ألم نشرح لك صدرك، وجاء جبريل وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الغل ومن الحسد ومن الجشع ومن الطمع ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن كل الآفات والأمراض التي تصيب القلوب. بعد ذلك كبر فرعى بالغنم، ما البقر ولا الإبل، ما من نبي إلا ورعى بالغنم. ليه الغنم؟ الرعي بالغنم بيخلق القائد وبيخلق القدوة، وأقوى تي أو تي تدريب لسعة الصدر إنك تسرح بغنم. عشان كده موسى عليه السلام كان في بداية حياته نشأ في البلاط الفرعوني، ورعته آسيا بنت مزاحم، صدره كان ضيق، لكزليه زول لقزة ساي زي ما يقولوا الشباب ركبوا التونسية، فوكزه موسى فغضى عليه، لكن عشان يخرج خايف وأهدر دمه عشان يقابل بنتي شعيب، ودي برضه هنا فيها معالجة اجتماعية الشيء وبالشيء يذكر، كان شغالات شغلا سرحة، لأنه في ناس برضو عاملين معركة بين الإسلام وبين المرأة بدون سبب، يعني اشتغلا بنات سرحا بالغنم، يعني دي شغلة ود متحنك شوية ما بيشتغل، دي البنات وبنات نبي شعيب، لكن خرجا وعملا. إذا القرآن والإسلام يجوز خروج المرأة للعمل للضرورة، ومش كده يعني عمل طبيعته شاقة وفيه مخالطة بالرجال، لكن انضبطا بالضوابط الشرعية، ما دافر الرجال ما عملوا كده، ووجد من دونه امرأتين تزودان. والمروءة برضو تحتم تعامل الرجل مع المرأة، ما قال نسوان أعوذ بالله، النسوان ديل ما عندي بين شغلة، جس ألين لفين واحدة صاحبة أخته، لفين واحدة بيت خالته، لفين واحدة بيت عمته، أول مرة عيونه تكتحل برؤية، لكن جس ألين قال لهم ما الكن مشكلتك كان شنو، ما خطبك ماء، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. لأنه في نوع شايلنا مع المرأة بدون سبب، قالوا المرأة دي تمرق بس ثلاثة مرات، تمرق من بطن أمها للدنيا، وتمرق من بيت أبوها لبيت راجلة،
وتمرق من بيت راجيلة للغبر. تمشي تموت. قلت لهم قول ما عرست تبقى مرقتين عليك الله ما 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 عصروا على النسوان دين بدون سبب يعني ده اصلا ما ممكن يكون دين يعني. عشان كده الاسلام قال تمرق وتشتغل ويعني تحاور وكده وفي ثقه بينه وبين بين بين ابوه. رجعا بعد ما سقلين بدري ابوي قال لهم ما كان جيتم بدري؟ قالوا لقينا ولا سقلينا. شايفه دي المعاني الدائرين دكتور معاذ يدندن لنا حولها حتى من الناحيه النفسيه. الثقه والمحبه والاشياء دي بين الاب حتى قبل الاسلام اهو والقران يؤكد فكره البنات يشتغلوا شغل شاقه. ونحن حاسه الواحده بتفتش ليه عن عريس هي ما دايره شغل دار تقعد في البيت كده ويصرف عليها. البنات هم الشباب ذاتهم بيقعدوا من العمل الشاقه يعني. ودي ذكرناه استئناسا يعني. أيوه. سبحان الله مشوا بدري. الواد ده سقاليكم منو؟ قالوا شكله ما من البلد ما بنعرفه. قال لي واحده امشي ناديه يعني برضه في ثقه. ورن برا ما قالوا والله لقينا البير فاضي وكده وبطحن الكلام ولا كببن. يتكلم في ثقه بينه وبين ابوه في التربيه. ايوه قال لي امشي ناديه. فجاءته احداهما تمشي على استحياء وبرضه كلامها فيه فيه ادب وحياء. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لما جو حكى القصص كلها وانه مرق من مصر كيف وكده عرفت انه المروءه جزء من طبعه مش سقلين عشان هم بنات. رادته حكت لابوها الريده دي وموسى عليه السلام ولا جايب خبر. قالت يا ابتي استاجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ده كود دي شفرة بينه وبين أبوه. قلت له أبوي جازي تمام معناته دي واحدة فينا يا أخي. خدت الككو ده في كتفه خليه يسرح بالغرب ديله نحن نحنه مال الشقاوة. أبوه استلم المسج ده وطوالي طرح له وموسى عليه السلام ولا جايب خبر. ليه؟ لأنه متصارحة مع أبوه. عشان كده ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا صحابي دقنه كبيره وكده وراجل قال لهم من احق الناس بحسن صحابتي؟ انا اصاحب منه يا رسول الله؟ قال لي امك. ثاني قال له منه؟ قال لي امك. ثاني قال له منه؟ قال لي امك. الحديث اي زول عارفه. لكن عندنا الحديث ده الصحوبيه دي عصر ليها اديها قريشات. لكن الصحوبيه الواحده ده كلام عربي. انا اصاحب منه؟ منو يكون مكمن حناني ومستودع عاطفتي؟ قال الام. ليه الام؟ لانه ادم عليه السلام خلقوه من الارض عشان يعمر الارض ويشتغل في الارض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. امنا حواء خلقوها من الضلعياته الايسر قصاد شنو؟ عشان تشتغل هنا. اي زول يشتغل من مكان خلقه. أيوة. يعني الرجل منها خلقناك وفيها نعيدك ويشتغل في الارض دي يجيب رزقه. والام لو جات الضروره انها تشتغل تنتج كده لا حرج. لكن عملها الاساسي ان يعني سبحان الله الام دي من طفله صغير بتعرف بكيته كان قرصان حاجه كان بكيه يعني جاع كان بكيه استهبال ساي. من كان يسقيني ومن ذا يطعم وأنا على مهدي أصم وأبكم؟ من ذا يترجم صرختي ويحيلها معنى فيدرك ما أقول ويفهم؟ أمي ويا لفؤادها من جنة كم ذا نعمت بها وكم ذا أنعم. التحية لجميع الأمهات يعني. فالأم هي مكمن الحنان ومستودع العاطفة. شكد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انه المحبه دي هي سر اكسير الحياه كلها. تحب امك، تحب ابوك، تحب اطفالك، تشبع اطفالك بالمحبه، تبوس وتحضن وتعبر لهم عن حبك. الكلام ده ربوزه شوف يعني يا اخي المسجد يسوق الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم ويجاوزوا الصفوف ويطلعوا في ظهره بعبع عشان يشبعوا رغبة اللعب ويخليهم. ودي لأن فطرة تتكلم عنها من ناحية سيكولوجية
رسله معنا غدا يرتع ويلعب الروضة دي بس عشان الشفع يلعبوا ويتواصلوا مع الآخرين. عيسى الشافع لو بس بيقعد كده ولا بيضحك لا بيبكي لا بيخم الشافع ده ما نصيح. طوال يجيبوا له الدكتور ده يا عنده موحد توحد يا منقول، لكن ما لم يخمش ويخمشوه ويبكي ويكورك ده شيء طبيعي يعني، ده شيء طبيعي ويلعب وكده وينمي المهارات والتواصل. فسبحان الله ديل عشان يشبعوا القصة دي معلم البشرية وأستاذ الإنسانية في الصلاة التي هي شرعت من فوق سبع سماوات ويعني أعظم عبادة، يخليهم يطلعوا في ظهره ويطول لهم السجود، وبعد ذاك يعتذر لعامة الصحابة يقول لهم اعذروني فإن ابني هذين قد ارتحلاني، يعني طلعوا في ظهري وما حبيت أزعجهم. عشان كده يعني زي ما قال دكتور معاذ قبيل، مشكلتنا معالم الطريق بين النظرية والتطبيق. احنا الكلام ممكن نقوله طقحنك كده اي زول يقوله، لكن التطبيق هو المشكلة. يعني الان اي زول شافعه يجي وهو بصلي في البيت ولا الجامع بس بتين ينتهي الصلاة عشان يقوم ينتهي امه ويقول لا يا اخي ولدك كأنهما ولدك كرهنا الصلاة يا اخي. يعني انت خلي بل تسوق الجامع ممكن يجي زول يدقه ويشاكله ويا جماعة ما تجيبوا لنا الشفع في الجوامع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يخليهم يجي ويعلمهم وكده، بل يعني يلاقي الشافع الصغير يمسح على شعره ويقول له يا أبا عمير ماذا فعل النقير، يعني يلاطفوا عليه الصلاة والسلام. تمسك الجارية الصغيرة وتحوم به وكل الطرقات. يعني التعبير عن الحب ذاته نحن تكلمنا عنه بمحبة بنت شعيب لأبوين وبرين، إنه الله سبحانه وتعالى ذاته بيسيبك عليه في الدنيا ولا الآخرة قبل الآخرة. يعني ديل عشان يبر أبوين سرحا بالغنم، أها في العرس ده ما 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 لقينا عرس أي كلام. نبي من أولي العزم من الرسل كتل له نفسي عن طريق الخطأ وجا من مصر هارب خارجا خائفا يترقب، وصل منطقة مدين الأردن أول بنات يلاقنه هنا عمل لين معروف، مشى لأبوين زكته واحدة فين اتزوجها تمت معاه 8 سنة سرح بالغنم. وده جابنا قبيلك للنبي عليه الصلاة والسلام إنه ليه سرح بالغنم وبرضه بيطول البال اشتغل بها بنت شعيب وموسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السرحة بالغنم بتعلم الزول الشجاعة. أي راعي في الدنيا بيكون عنده صوت وسفروق وعكاز وسكين وبيستخدم الحاجات دي كله كل واحدة لشغلتها. جات غنماية طبع ما بقول أنا جست راعي لا طبيب بيطري لا عندي قصة بالشغلة دي، سوق على ضل رحيم يولدها وكده ويطلع السلة والخلاصة من بطونه، وكان ما مرقت سبحان الله بالشل بلدي ساي يغلي ليه عيش حار ويسفف ليه بالقوة عشان يضغط الرحيم والخلاصة تمرق وكده اللي هو السلة. وده في النساء كمل التبيعة دي مرقت ما بقولوا الحمد لله على السلامة زمان حبوباتنا. وسبحان الله بعد ذاك يرضع السخل الصغير ده ويجي شايله قلبه فيه رحمة، جاء دبيب جاء ورل جاء ثعلب جاء كلب جاءوا لصوص بكاتل ويلاقط حتى ولو بيقى واحد. الغنم دائما ما بقعد في حتة واحدة تحوج دي تجير دي كده، فبيتعلم ما من نبي إلا ورعى بالغنم، بيتعلمك السرحة بالغنم سعة الصدر الشجاعة الصبر التواضع، لأنه كونه تمسك لك بهيمة في الخلا وما مهيأ لإنت لا طبيب بيطري لا عندك جوانتيات توضعها والسلة واللغاويز بتاعاته وفي ظهر الترعة ساي تغسل يدينك وكذا، وبعد ذاك عادي الحياة بتمش عندك حتى ما عنده بكون كانون ولا عنده يعني أنبوبة غاز.
يجيب الروس بتاع البقر ده ويعمل له الشاي حقه من الغنم ساي ويشرب ويجي للبهايم. اهل البهايم بعده بيجون فرحان انه غنماتكم ولدت، يمكن يدوه 10 جنيه 20 جنيه حق الصابونه ساي، ويمكن يقول لك كتر خيرك وبعد ده لبكورك. لو قول له كتر خيرك بتاع الساعه كم يا اخي، انت ما عارف ان انا دعيت لك شنو الدوري ولا كده يعني. سبحان الله بيتعلم الانسان عبر الرعي ده. عشان كده راى النبي صلى الله عليه وسلم ده جانب اجتماعي ليس خروج من موضوع الحلقة، رعى بالغنم وهو صغير عشان بعد ذاك حيرعى بيهود بنو قريظة وقينقاع وبنو النضير وبالمنافقين وبما قبلوا من أهل مكة وبالصبر على كل هذه الأشياء. كما أن موسى عليه السلام سرح بالغنم هناك كمقارنة 8 سنة دي تي أو تي تدريب على الصبر، لأنه من جاي راجع الله قال له واصطنعتك لنفسي. وسبحان الله حتى المحبة اللي قلناها دي بين الزوجات لما انتهى الأجل ده ما كان الميثاق انه يسرح بالغنم 8 سنة، لأنه لا عنده شنطة لا شيلة لا شبكة لا قولة خير لا قولة شر لا فتحة خشم لا قفلة خشم، جاء ما عنده أي شيء وزوجوه مقابل انه يسرح بالغنم 8 سنة. فلما قضى موسى الأجل وسار لأهلي، أهله دي مش خالته وعمته وحبوبته، الأهل هم الزوجة في الشريعة. ما قالت لي وعاين أنا بفتكر إنه أنت مستقبلك مظلم وكاتل رقبة وحق تخليني عند ناس أبوي هنا وتمشي وتجينا كل سنتين، بقى جدع فشة ومشت معاه طوال. ودي المحبة الجميلة في حياة الأنبياء، ودي الرومانسية حتى اللي بيشير لها القرآن. ما إلا نجيب معلبة من برا من المسلسلات التركية ولا من غير، شارب حاجاته وماشي معاه شعر بها بردانة ومفارقة أبوه وخته اللي كانت معاه وكده. قال لي عيني يا حبيبتي اقعدي ارتاحي هنا، امشي اجيب لي عود ادفيك بيه. فاذا به نور الذات الالهيه، وكلم الله موسى تكليما، قال لموسى لاهلي امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بجزوه من النار لعلكم تصطلون، اللي هو جزوه عود يدفيهم بيه، تصطلون اي تستدفئون. فداير يدفيها إذا به لقاه نور الذات الإلهية، وكلمه الله عز وجل وكلفه بالنبوة. وبرضو مع ألد الأعداء برضو برفق وبمحبة، قول الليل واحد سبحان الله جل الخليفة المأمون عنف عليه في النصيحة، قال له جاي ينصح نصح الخليفة، قال له لقد بعث الله من هو أفضل منك نبي ومن أولي العزم والرسل، ربنا كلموا دون سائر الأنبياء، وكلم الله موسى تكليما إلى من هو أسوأ مني. أنا مهما أكون رزيل ما بكون أخطر من فرعون، لكن قال له بعد ده الله قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فسبحان الله ده جاي ينصح، نصحوه إنه الدعوة ذات دائرة تتقدم بأسلوب طيب وبمعون طيب وبمحبة وبألفة وبوئام، وده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما في الجانب الاجتماعي يتعامل بالتجارة قبل البحثة، وقال لنا بعد النبوة رحم الله امرئ قال شنو سمحا، شوفوا كلمة سمح دي يعني أجمل مفردة. السماحة دي كلمة أي زول بيعرفها، السماحة في التعامل يعني مش في الخلقة ولا في الشكل. أيوة رحم الله امرئ سمحا إذا باع وسمحا إذا شرى وسمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى، التسامح في التعامل. أنا دي عايزة دي برضو محور تعامله مع زوجاته، وأيضا تعامله حتى في التجارة، لأنه في كثير من القيم نحن عايزين ناخذها منه كقدوه. يعني في تفاصيل كثيره ذكرتها عايزه الدكتور معاذ يعقب عليها. حديث دكتور عبد الصمد عن المحبة والإلفة والمودة في التعامل مع الأبناء والرأفة برضو واللين في التعامل مع دكتور عبد الصمد لفت انتباهي في 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 تعامل سيدنا شعيب مع بناته، وكان عاجبني الفكر جدا في انه العلاقة ما بين البنت وأبوها والثقة اللي كانت موجودة. يعني نحن حس البنت لو جاء عريس آخر زول بيكلموه في العائلة أبوها، هنا هي مشت قالت له شغله
زي ما قالت يعني خططت يعني، وكان هو مصدر ثقة كبير جدا، وهي صادقة معه، وهي صادقة الصدق ده جميل، وإحساسها ما قالته برا، قالته لأبوه، قالته لأبوه هل نحن بنقدر نوصل المرحلة دي؟ طيب قالت له شغله، ونحن عادة ممكن يقول لها أنت دخلك شنو؟ كمان كلام الرجال ده تشغله وما تشغله، يعني طوالي بنخلق حوايز وبنخلق صراعات ما عندها أي معنى. ورغم انه احنا كلنا كاسره متماسكين انه نعمل ننتج مع بعض، لكن ما تقدر تعرف المشكله من وين المشكله، اذا كان المشكله ما تربويه ما واضحه، مراعاه الفطره يا دكتور معاذ، انها هي بشر عندها سنس اند سنسبيليتي، باحاسيسها بتحس وبتتحسى، لكن صحيح. ما قالت برا، قالت جوا ومع ابوه وبصراحه وفي في الضوء وكده، عشان كده ابوه احترم القصه دي والناتج منها. نحن عايزين نعرف وين ممكن يكون الخلل، ما في خوف، ما تولد الخوف من الطفوله، بنى الثقه، بنت العلاقه، ما في كب قويه، ما في كب، الدق، الضرب، الاساءة، الشتم، السب، اللعن، هو ده اللي يخلق لنا العقبات، وده كله ما نصح به في الدين وما نصح به في التربيه. ايوه، وده خلق علاقه حميميه قويه، خلق علاقه قويه، خلى البيت عندها ثقة في أبوها وتستعين به وتستشيره قبل ما، وهي عارفة أنه حيسمعه. أنا عايز أجي للمحور ده لسه، نحن ما قلنا فيه شيء، من ناحية نفسية واجتماعية، المحبة والإلفة والمودة والتحابي ما بين الأفراد، ما بين رب الأسرة والأفراد في الأسرة وحتى من حولنا، لأي مدى ممكن يساهم في تربية سليمة لقدام الأبناء. بس أنا عندي فاصل، أجيك بعد كده إن شاء الله ببراح نتكلم عن المحور دي، متواصل معاكم بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، القدوة في حياة النبي، بعد فاصل قصير انتظرونا.